الابتزاز والفقر شفاء اول حاله اللي جات الاقليم العرائش. دونك الحاله الاولى اللي كانت التحقات كحاله ايجابيه في الاقليم هي حاله اللي تشافت الان، واللي من بعد تحسن الاعراض ديالها دارت جوج تحليلات اخباريه وعندها حاله معافاه غادرات اليوم الى منزلها، غادي تدخل في كونفينمون في الاسره ديالها 14 يوم اخر في انتظار شفاء الحالات اثنين ديال الحالات اللي باقيين عندنا في مستشفى العرائش. الحالات اللي عندنا هنايا التي تاخذ الدواء ديال نيفاكين سولون البروتوكول العادي ديال الوزاره، وتا الريجيم ديال التغذيه ديالهم وتا التعامل ديالهم هو في اطار جماعي انتجري لتحسين الحالات. ربما الحاله الاولى اللي كانت حاله عندها اعراض تنفسيه استجبت بطريقه جيده وسليمه، لا على مستوى التحليل ديالها، لا على مستوى مجموعه ديال التحاليل، لا ديال القلب، لا ديال التنفس، لا ديال ساتوراسيون. العلاج اللي هو العلاج اللي معروف بالكلوروكين. لحد الان ما بين العريش والقصر ربما درنا اكثر من 30 ديال التحاليل، هما تحاليل داروا الحالات اللي هي مشكوك فيها في المرحله الاولى، وثانيا الحالات اللي هي مخالطه الحالات اللي جات ايجابيه. دونك ثلاثه ديال الحالات ايجابيه، مشينا للمخالطين الاوليين، المخالطين الثانيين، المخالطين الثالثين، وحنا غاديين وتنشروا التحاليل ديالنا على اساس اننا نوصلوا لاخر شخص كان مخالط لهاد الناس. التحاليل كانت تحاليل سلبيه، وحنا اليوم ما بين البارح واليوم درنا مجموعه ديال التحاليل، غادي ننتظروا عاوتاني في العشيه باش يجيونا النتائج ديالها. صراحه كاين واحد العمل كبير بعدا على مستوى المستشفى تقوم به الجميع بدون استثناء، تيبداو من الاطقم الطبيه والصحيه التمريضيه وشركات المناوله والمطبخ وجميع الناس طبيعة الحال، الإعلام ورجال الداخلية، كل شيء تيقوم بواحد الدور كبير على أساس أننا أولا الدور ديالنا حنا يبقى هو أننا نشخصوا ونشدوا الحالات اللي هي إيجابية، والدور ديال الناس الآخرين لا أنتوما لا رجال الإعلام لا المجتمع المدني لا السلطات هي أننا نحبسوا هاد الحالات اللي ما يكونوش عندنا من الأول. دونك النصيحة ديالنا إلى كنا هضرنا من قبل، هضرنا بأن هاد الأسبوع اللي فيه حنايا اللي انطلق من البارح السبت لحد غادي توصل للحالات الاعلى مستويات ديالها، والدليل انكم متبعين المستوى الوطني كانوا تيبانوا 40 60 دابا ولاو تيبانوا المئات، وربما اليوم عاوتاني غادي يبانوا مئات. هنا حاله عاديه على اساس اننا تنتمناو من بعد يومين ولا ثلاث ايام ان الحاله العدد ديال الحالات ينضحر. الى انضحر العدد يعني الاجراءات اللي درنا راه هي اجراءات كانت سليمه واجراءات صحيه على المستوى الوطني وعلى المستوى الاقليمي كذلك. الى بقات الحالات طالعه بزاف هذا يدل على ان كان باقي مازال الاختلاط، كان ما كانتش طبقات الاجراءات بشكل صحيح، وديك الساعه تدوز الطاقم الطبي المشرف صراحه جميع الاطباء الخواص وجميع اطباء الطب العام والممرضين والجميع جنود مجنده وحتى الاداريين وحتى الناس عندنا السيكوريتي البرونكارداج كل شيء جنود مجنده من اجل ندوزوا هذه المرحله بدون استثناء. حتى الناس اللي خدامين في سبيسياليتي اخرى عنده تخصص ديال المعده او تخصص ديال الكلي كلهم معنا هذه الايامات لانهم تعتبروا بانهم اطباء، كلهم معنا تعاونوا الاطباء ديالنا والممرضين ديالنا والاداريين ديالنا باش يتجاوزوا. نعم، وبالتوضيح كذلك فيما يخص يعني المتابعه والمراحل ديال التحاليل المخبريه، يعني المرحله اللي كتمر بنا. تيكون التحليل المخبري الاولي اللي تناكدوا فيه واش هذا السيد مريض ولا ما مريضش، اذا كان تحليل سلبي هذا الشخص تنخليه في الكونفينمون في المنزل ديالو 14 يوم لان ما عنده والو، وتتقول ليه يبقى مبعد، والاحتياطات العامه اللي تدار على جميع المستويات وعلى جميع مستوى المنازل والاسر. اذا كان حاله اللي هي ايجابيه تناخذوه، كاين مجموعه ديال التحاليل تدار، الراديو، تحاليل ديال الدم، تخطيط ديال القلب، وتيشوفوه مجموعه ديال الاطباء، خاصه تنهضر على الطبيب ديال الامراض التنفسيه والطبيب ديال القلب والطبيب ديال الانعاش ومجموعه ديال الممرضين اللي تيدخلوا من النهار الاول تيديروا ليه مجموعه ديال التحاليل، لان التحاليل على ود الحاله ديالو والتحاليل على ود الدواء اللي غادي ياخذ، تا باش نتبعوا الدواء اللي غياخذ لا ما يدير ليه شي مضاعفات وهذا. دونك هي امور اللي تنتبعوها كل ثلاث ايام، من بعد تياخذ الدواء كما الشخص والسيد اللي برا اليوم تيتوصل واحد 6 ايام ولا 7 ايام تنشوفوا الحالات اللي يدخل عليها في الاول ربما دخل باعراض تنفسيه تحسنات تنديروا ليه التحليلات الثانيه، خرجات سلبيه تنعاوتاني نتسناو ونديروا التحليله ثانيه عاوتاني، الا خرجات سلبيه راه تيتعلن بان معافى وما تيخرجش
يبقى وسط الناس عاوتاني، ولكن تيمشي تيبقى في المنزل ديالو في الحضر مده ديال 14 يوم.